ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهاردة في البيت العصري، البيت العصري سنتر المفروشات. احنا هنا في شارع دار السلام، متفرع من شارع 12. اول ما تخشوا كده شارع 12 يا جماعة هتلاقوه على ايديك، على ايديكوا اليمين شارع دار السلام. احنا هنا في البيت العصري، المفروشات عندهم مفروشات حلوة قوي، عاملين كمان عروض حلوة جدا. تابعونا كده وهقول لكم على كل العروض اللي عندهم عشان تقدروا برضو تيجوا تستفادوا بيها. اول حاجة بقى عندنا هنا فوط العروسة. فوط العروسة بصوا في حاجات كده اربعة كده الوان مختلفة، وفي كمان فوط مطبخ، فوط اطفال. عاملين كام دول يا استاذ حمدي؟ 120. خامتهم حلوة برضو يا بنات، ها؟ واللي فوق دول 80. حلوين برضو يا بنات وخامتهم حلوة قوي، والوانهم بصوا زي ما انتم شايفين كده الوان جميلة. برضو عاملين 120. طيب عندنا برضو الفوط دي، الفوط دي يا فوط بقى ده نص بشكير. لا اللي فوق تمام. ستة مع بعض اللي بمشهدش. دول كده ستة. عاملين كام دول يا استاذ حمد؟ دول عاملين 390. 390؟ دول عاملين 390 يا جماعة. دول ست فوق، دول نص بشكير تقريبا. وفي برضو معانا الحاجات دي، بصوا دي فوط اطفال، عندهم تشكيلة برضو من فوط الاطفال اهي. من 200 ل 275 و300. ودي بقى فوط برضو العروسة، دي فوط برضو كلها كده اشكالها هي مختلفة. اسعارها ايه برضو يا استاذ حمدي؟ دي بتبدأ من 275 لغاية 475. من 275 ل 475. وعندي برانس، ورينا البرانس برضو. دي كده البرانس، دي بشاكير. دي بشاكير. والبرانس بقى دي بشاكير برضو بتاع فوط كامل. الحاجات دي ده بيبقوا عاملين كام كده مع بعض؟ دول بيبقوا عاملين 380. 380 جنيه. 380 جنيه يا جماعة. بس عندهم تشكيلة كبيرة قوي من الفوط. في هنا برضو فوط صفرة. دول كام فوطة كده؟ الباكت ستة. الباكت ست فوط. دول عاملين كام يا استاذ حمدي؟ عامل 195. عاملين 195. وبصوا فيهم مطرزين كده يا جماعة. ده كله ده بشاكير. كل دي كده بشاكير بقى فرداني. بيبتدي من 120 لغاية 175. البشكير. كذا سعر يعني حسب المقاس. ده عامل كام كده يعني يا استاذ حمد؟ ده عامل 155. بصوا يا بنات، بصوا الالوان. بصوا بشكير كبير ب 175. حلو، في منه طبعا الوان بقى كتير، ها؟ لسه بس ده 155. دوت 175. ده عامل 175 وبرده في منه الوان. في منه الوان. ده بشكير، ها؟ عندي حاجه زي كده 120، في برده منه الوان. هي الخامات بس اللي بتختلف. بتختلف المقاسات. انا بصراحه كلهم اشكالهم حلوه والمقاسات برده كلها كبيره يعني. عندي كده 175 اللي هو الحد السعر. ما شاء الله، بصراحه حاجاتهم حلوه قوي، خامات كمان جميله. عندي حاجه زي كده 130. بصوا يا بنات الالوان، اللي يجي بقى ممكن يجيب بشاكير كده من هنا ينوع الوان. حلو قوي ده برده. ده عامل كام يا استاذ حمدي؟ ده عامل 130. 130 يعني 130 175 140 في الرنجات دي، وفي حاجات كمان 120. وفي حاجات 120. وعندي فوط هنا بتبدا من 45 و35 و65. فوط فرادوني برده يا بنات عشان اللي بيحب يجيب ايه كام باكت كده وحاجات فرادوني. دول برده معايا. دول كمان بصوا عندنا الحاجات دي اشكال اهي. دول عاملين كام كده الواحده؟ دي عامله 35. الواحده عامله 35. بصوا برده مقاسها كبير. ومقاسها كبير فوطه. مقاس كبير، ها؟ دول عاملين 35 جنيه يا بنات. بصوا الالوان، الوانهم جميله. عندي فوط مطبخ حاجه زي كده. بصوا بقى فوط المطبخ دول كده ثلاثه مع بعض. ستة. عاملين كام دول؟ دول عاملين 85. 85 جنيه. دول فوط مطبخ. وعندي حاجة كده زي ثلاثة عاملين 35. ودول 35. دي فوط مطبخ يا بنات. احنا هنا في البيت العصري شارع دار السلام، متفرع من شارع 12.
انت خدت الفوق كلها. بيبدأ من سن 8 سنين لغايه سن الكبير. طيب لحد 16 يعني؟ لكل المقاسات موجوده. لكل المقاسات براونس بقى اطفال وعرايس وكله هنا موجود اهو. تشكيله كبيره قوي. عامل كام ده يا استاذ حمدي؟ عندي الكبير عامل 325 والاطفال حسب المقاس بيبدا من 195 لغايه 210. تمام. سو الوان في هنا جميع الالوان يا جماعه. خاماتهم حلوه جدا وكلها اقطان. كلها هنا اقطان. دي كده البرانس اللي موجوده اطفال من 8 سنين وكبار كمان. في برانس ثانيه بس الزرق دلوقتي بالوانهم. في بقى البرانس اللي هي بتاعت العرايس اهي اللي هو بتاع العريس والعروسه ومعاه كمان فوطه. بيبتدي من 450 ومعاه الشبشب بتاعه. من 450 يعني فيه كمان الشبشب بتاعه. ماشي معاه الشبشب كمان يعني فوطه وبرنس العريس والعروسه وكمان معاهم شبشب ب 475. 475 وعندي حاجه ب 700 وحاجه. وفي حاجات ب 700؟ تمام. التشكيله اهي يا جماعه عنده طبعا الوان كمان كتير. بصوا بقى يا جماعه كمان عندهم ملايات العمريه. بصوا في جميع ساده ومشجر جميع الالوان. بصوا الالوان وكمان في كبرتيات بتاعتهم. بصوا الالوان اهي البيكا. بصوا يا بنات ده قماش. ده قماش العمريه يعني تقدروا ان انتوا تيجوا هنا تختاروا اللون اللي يعجبكم بالمقاس اللي يعجبكم. وهو كمان هنا في عندهم ناس بتخيط وبتاخديه وانتي واقفه. بصوا شايفين الكبرتيات دي بقى كوفرتات اهي. عندهم اطفال وعندهم حاجات كمان تنفع نقشات للعرايس. دي كده كبرتيات كمان في ملايات اهي. ده قماش احنا بنيجي بقى بناخد المقاس اللي احنا عايزينه يا استاذ حمدي وحضرتك هنا بتفصله لها. تستلميه ان شاء الله في نفس اليوم. تمام. ده عامل كام بقى تقريبا المتر؟ ده المتر في السوق كله عامل 50. انا بطلعه ب 45 يعني على العرض عندنا بينزل ب 45. 45 بس من غير الخياطه مش كده؟ من غير الخياطه. والخياطه؟ طقم الخياطه ب 30 جنيه. الطقم كله كده على بعضه 30؟ الطقم كله على بعضه. تمام يعني المتر يا جماعه ب 45 جنيه وخياطه الطقم كله ب 30 جنيه. الكوفرتا 80 جنيه. والكوفرتا هنا ب 80 جنيه. وتفصيلها 20 جنيه. وتفصيلها 20. اسعارهم حلوه قوي يا جماعه هنا. بتبقى الكوفرتا ومعاها 2 تربيعة. المتر بتاعها ب 80 وبيفصلوها هنا كمان ب 20 جنيه بس يا جماعه هنا. كوفرتا و2 تربيعة. عندهم كمان اطقم بقى للعرايس اهي. دي الاطقم التركي كبرتايه مع الدفايه. كبرتايه ودفايه. يا دفايه وطقم السرير يا كبرتايه وطقم السرير. طيب تعالوا بقى نشوف كده الطقم. مستورد. كل ده كده مستورد؟ اه الطقم عندي بيبدا من 250 لغايه 475 و500. من 250 ل 475 و500. اه و 300 380 وكده يعني. 300 و380. بصوا يا بنات. الصف اللي فوق منه دوت كله طقم سليم بقى الكبرتايه. ده طقم العمريه. بصوا يا بنات ده كده كبرتايه. كبرتايه شراشيب. وكمان معاها كوفرتا شراشيب كده. طقم سليم خمس قطع. ده خمس قطع ده يا استاذ حمدي مش كده؟ كده كده خمس قطع. كل ده بصوا بقى النقشات. بصوا النقشات يا بنات بقى الوان كتير. بصوا الاصفر ده كمان حلو قوي. في منه بصوا ده في منه الالوان كلها بتاعته. دي الوانه كلها موجوده. الاصفر ده الوانه موجوده. والبينك بتاعه والبيج والكافيه والرصاصي. الرصاصي والاوف وايت. بصوا صراحه حلوين قوي. ده عامل كام؟ عامل كام ده يا استاذ حمد؟ دوت في العرض ان شاء الله هيعمل 510. 510 ان شاء الله في العرض الجديد عايزين نعمل 510. كل الوانه موجوده. 510 يا بنات. كل الوان طقم مجدد. خمس قطع ده. النبيك بتاعه اهو. حلو جدا. بتاعه. حلو قوي. الاصفر بتاعه. تمام. الرصاصي. بصوا يا بنات الالوان كلها موجوده. عندي طقم الاسترايب ده بقى ده شغل الفنادق. اه. ده عامل كام ده يا استاذ؟ ده عامل 375. 375 برضه خمس قطع؟ اه ده عشان تكبره في العرض. انا هحطه في العرض. النبيكي. الاحمر والنبيتي. اوف وايت. اوف وايت. كافي قصدي اسف. كشمير. اللون المنت بقى يا جماعه هو موجود برضه. اوف وايت بتاعه. الاسود. حلو قوي. بتاعته موجوده. حلو في حوالي 8 الوان. اه 8 9 الوان. في حوالي هنا يا جماعه 8 9 الوان منه. ده عامل 375 وبرده خمس قطع. انت حضرتك هنا بقى لو اخترت القماش
لو اخترتي القماش وحبيتي تفصلي تفصلي الدوبه كده، او ورقينا بقى تفصيل كده، استلمي الطقم بتاعك وتقفل كده. ده بقى القماش اللي احنا قلنا عليه بنات، ده قماش العمريه، ده انت تيجي تختاري الشكل اللي انت عايزاه ب 45 جنيه المتر، وبيتفصل ب 30 جنيه، بتبقى طقم ملايه ومعاه خدديتين وكيس مخده كبير، وكمان عندهم هنا الكبرتيات بتاعتهم. وعندي طقم السرير المطرز برضو نفس الستايل، كبرتايه طقم السرير برضو خمس قطع. ده عامل كام يا استاذ حمدي؟ ده في العرض عامل 525. تمام. طيب بصوا الالوان بتاعته. عندي طقم بقى الجبلان اللي هو مفرش الجبلان. ايوه ورينا بقى الحاجات دي الحلوه دي. ده مفرش جبلان. اه. ثلاث قطع، اثنين تربيعه بالمفرش بتاعها. ده برضو بيبقى عامل كام؟ ده عامل 550 في العرض. 550 يا جماعه لمتابعين قناه مشاوير. طيب بص في بقى اطقم اللي هي الاطفال. زوجي. الاطفال اهي. الحاجات دي تركي ها؟ بتبتدي اه بتبتدي من عند انا من 195 او من 200 لغايه 500 و450. تمام حلو برضو. بصوا الرسومات، بصوا الرسومات الجميله بتحبها العيال الصغيره حلوين قوي. لغايه الدبدوب ده كده. اه. من بعد الدبدوب بقى عندي طقمين اطفال مع دفايتين. تمام. وعندي مفرش اطفال بترابيعهم. تمام. وعندي طقمين سرير عمريه بالكبتات بتاعتي. الاسعار بقى يا استاذ حمدي. كل ده بص من اول هنا لواحد اثنين ثلاثه اربعه، ده عامل 575. حلو تمام. عامل 775 اسف. 775 عشان دول طقمين مع كبرتايتين. طقمين كاملين اطفال ثلاث قطع، كل سرير ثلاث قطع مع كبرتايه بالتربيعه بتاعتها. تمام يعني ثمان قطع كله. واحد اثنين ثلاثه اربعه. تمام. ده مفرش الكرتونيه اللي هو بدأ اللي هو الهندي. ده اتنين تربيعة بالمفرش بتاعه. اه. ده عامل كام برضو؟ ده عامل 550. تمام. في منه كل الالوان بتاعته، في الكافيه وفي النبيتي وفي الجنزاري، في كل الوانه. كل الوانه موجودة يا بنات. كل الوانه متاحة. تمام. الأورجانزا ده. المكان هنا البيت العاصري عشان ما تنسوش، بيت العاصري شارع دار السلام. وعندي حاجة عندي الدفاية زي كده بطقم السرير بتاع بتوعها. دول دفايتين. تمام. دفايتين أطفال بطقم السرير. دفايات سرير دول. ده الشكل اه. تمام. دفايتين سرير ومعاهم كمان طقم الملايه بتاعهم. وده تقومة الاطفال بقى عليه. اه. بصوا ده كده، ده مقاس كام ده يا استاذ حمدي؟ ده سرير متر و20. سرير متر و20. ده سريرين مع بعض. تمام. كل ده تشكيل اطفال. تمام. بصوا هنا في تشكيله كبيره قوي. في ناس بتحب رسومات الاطفال بقى. عروسه تيجي تاخد كل اللي هي عايزاه واسعارهم برده حلوه. يبقى عنده سرير كده بقى. تمام. كل ده اطفال بس مش رسومات اطفال. طبعا اللي تحت دي كلهم اطفال. كل ده اطفال معانا ايوه ده انا وريته لهم. اه. ده عامل كام الطقم معلش يا استاذ حمدي ده؟ ده عامل 250. 250 ده معاه برضو طقم واحد ملايه ولا اثنين؟ ملايتين بتربيعتين بمخدتين. سريرين متر ده عامل 250. اه نخش اكمل بقيه حاجات الاطفال. كل مفرش من دول معاه تربيعه وطقمين سرير معاه. تمام دي كده ما فيهاش اطفال. وده الكابتونيه طقمين اطفال كابتونيه. زي الدرابيه بديل الدرابيات يعني. تمام. زي اللي قلنا كده الكافيه اللي فوق. اه. وعندي الوان بقى اوف وايت والكافيه بتاعه والكشمير. تمام ده كده مفارش اطفال. مقاس متر و20. ده بقى بديل الدرابيه ده مش كده؟ اه تخش بقى على بديل الدرابيات مفارش بس السيف بديل الدرابيات من اول هنا كده. بصوا بقى يا بنات ده الاسود اهو. شايفينه ده برضو عنده الاوف وايت ده بيبقى بديل الدرابيه بيبقى مفرش برضو بيبقى شكله حلو قوي. ده تركي ده ولا ايه يا استاذ حمدي؟ ده تركي ده طقم اطفال تركي دوت مستورد برضو معاه طقمين سرير والمفرشين زي ما مرسومين في التابلو اللي ورا ده. حلوين وبيبقوا عمليين قوي يعني بيبقوا عمليين عن الدرابيه. اسعار بقى يا استاذ حمدي ده يعني عندي اسعار كم؟ بتبدا من اول 350 لغايه ده عامل كده 850 مش كده؟ ده 850 اه اسعار كل حاجه سلاسه يعني. تمام كل حاجه سلاسه. بصوا يا جماعه الالوان بنات اللي بيحبوا الالوان الهاديه الوان ونقشات حلوه قوي وكلها دي حاجات مستورده. وده طقم الستان اخر حاجه اللي موجوده طقم الستان في الوان منه ياما قوي. ده طقم الستان شايفينه؟ في منه كمان الوان في منه كمان الوان. كل الالوان بتاعته مدرجه. صورت المفرش الاخير اللي فوق خالص هنا.
السكري ده بقى. تعالوا بصوا بصوا يا جماعة، هنا في مفرش برضو، ده مفرش اللي هو بديل الدرابية، بتبقى حاجة خفيفة وبتبقى عملية جدا عن الدرابيات. ده مفرش ومعاه 2 تربيعة. ده مفرش ومعاه 2 تربيعة وطقم سرير كامل. تمام. ده برضه هيتعمل عليه عرض ان شاء الله الاسبوع الجاي. تمام. وده برضه مفرش نفس اللون بتاعه، اللون الكشمير بقى الاوف وايت والقطيف. ثلاثة بنات الالوان، الالوان هنا هي كلها موجودة. ومعاهم طقم سرير كامل. كله مفرش ومعاه طقم سرير كامل. الثلاثة دول. دوت مفرش ستان فردان كبير. ده عامل كام ده يا استاذ حمد؟ دوت عامل 600. 600 ده بعد العرض مش كده؟ ان شاء الله. بصوا ما شاء الله مفرش ومعاه كمان طقم سرير ب 600 جنيه بس. بألوانه كلها. ده برضو في حاجة هنا كده بتاعت عرايس حلوة قوي. ده كل ده جبير، كل ده جبير يا جماعة. اللي تحت ده برضو طقم تركي بطقم مفرش تركي بالطقم السرير بتاعه. مفرش تركي بطقم السرير بتاعه. ده طقم اطفال مستورد تركي. اه طقمين مع بعض ومعاهم خدوديه هديه. ده بيبقى طقمين ومعاهم خدوديه. ده 390. ده ب 390. بصوا شكله برضو حلو قوي يا بنات. ده مفرش برضو بديل الضربيه ومعاه طقم سرير. تمام. واللي جنبه مفرش برضو نفس القصه معاه طقم سرير. كل دي كده يا جماعه مفارش. كل دي مفارش معاها كلها مفارش ومعاهم كمان طقمه السرير بتاعتهم. اللي تحت دول كلهم اطفال.